ما تزعلش نفسك، حالك من حال المستعمرة، كل الناس هنا ما تعرفش مين أهلها. يعني أنت كنت فاكر إنك ليك ملف؟ قلت أجرب. وهيكون فاكر إن أنت هتكلمهم في التليفون. ألو، أيوه يابا، تعالى خدني أنا مستنيك على الباب. حلوة دي. يعني محدش يهمكم، يعني ما تعرفوش أهلكم فين؟ هو أنا لو في سني ده ويطلع ليا أهل ويسألوا عليا دي تبقى معطلة. أنت عندك كام سنة؟ ما عندي 40 سنة. أنت منين؟ من حتة اسمها بحور تبع جنة. طب نقولوا الكلام ده من 20، من 25، من 30، تفتكر يعني من 30 سنة هيفتكروك؟ افرض لك أنت أهل، هتسافر إزاي؟ ده أنت مكذوب، لا بتعرف تركب عربية ولا بتعرف تركب قطر، وبعدين أنت معاك فلوس منين من ساعة ما رحمها ما ماتت؟ أنت آخرك يا ابني هيلقوك ميت تحت كفر من الكباري، ولا مش كده يا رجالة؟ هو ده الصح، هو ده المظبوط. أنا بكلمك جد يا عم. ربنا يرزقكم بعيال، وساعة ما تموتوا ما يفتكروكم، وأنا ساعة ما أموت ما حدش ما يفتكرني.